اهلا بيكم، وكل عام وحضراتكم بخير، ويا رب اولادكم يكونوا بخير. معظمكم معايا على الجروبات، قضوا معايا سنة كاملة في سنة رابعة. المهم دوت منهج سنة خمسة، والكل عمال يتساءل هو المنهج نزل؟ ده لسه ما نزلش. طب ونزل فين؟ هو ما نزلش، نزلت نسخة بالعربي، ما نزلتش، وصلتني النسخة بالعربي، انا قمت ترجمتها، وممكن الترجمة دي تكون الترجمة ان شاء الله سليمة، بس ممكن النسخة تكون هي اللي صح، وممكن يبقى فيها تعديلات، ممكن نفس الكلام اللي شرحته او اتغير. مش هنخسر حاجة. هي الفكرة، فكرة ايه؟ نعرف محتوى المنهج، نعتبرها حصة انجليش معايا. فلو المنهج هو زي ما هو خلاص، ولذلك هنقدم كل اسبوع حصة واحدة لغاية ما نتأكد من المنهج والمفردات بتاعته. بعد كده هنعمل زي ما عملنا السنة اللي فاتت. طيب ايه المشكلة لو استفدنا؟ استفدنا كلمات، استفدنا معاني، وان شاء الله بيكون هو ده المنهج. نبدأ كده مع بعض. breaking up and moving rocks. breaking up، break، break up، تحطم، تفتت، تكسر. and moving rocks يعني الصخور دي بيحصل لها breaking up، و move هي بتتكسر وتتحرك. بنبدأ بقى بالبيزك تيرمز او الفوكابيولاري، فوكابيولاري، فوكابيولاري الكلمات. وانا هنا مش بشرح وبس، ده انا بحفظ الولد. خلي الولد يقعد معايا ويردد معايا الكلمة والتانية وانتوا تساعدوه. air، air، انا مش هقرا بالعربي لانها مترجمة. heat، heat. withering، ده كلمة withering بمعنى التجوية. ايه موضوع التجوية ده؟ هو الدرس النهاردة على الويذرنج، على التجوية، هنعرفها بعد شوية. جاي من ايرنج او من اير، عامل الجو، الجو، الهوا يعني. ويذرنج، ويذرنج. وفي عندي هنتعرف بعد كده على حاجة اسمها ميكانيكال ويذرنج، كيميكال ويذرنج، وفيزيكال ويذرنج. ميكانيكال ويذرنج، كيميكال ويذرنج، فيزيكال ويذرنج. سيدمنت، 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 خدناها فين؟ في سنة رابعة. سيدمنت اللي هي الرواسب. سيدمينيشن، سيدمينيشن، الترسيب نفسه. إيريجن، إيريجن. ما هو الدرس بتاع النهاردة هو ويزرينج، إيريجن، ديبوزيشن. هما التلات كلمات على الدرس، هناخدهم ايه المرة دي ان شاء الله. ووتر، ووتر، ويند، ويند، ويزر، ويزر. بريكنج اب، بريكنج اب. موف، موف. روكس، روكس. سيرفس، سيرفس. ايرث. فاكتورز، فاكتورز. كونتريبيوت تو، كونتريبيوت تو، كونتريبيوت تو. ديفرنت بليسز، different places. snow، snow. soil، soil. a carnis، a carnis، a carnis. the position، the position. مش دابو، مش او، لا، دابي، بي. the position، the position. المطلوب نسمع الكلمات ونحاول الولد يحفظها ويسمعها. استفدنا كلمات، اعتبروها حصة انجليش مش حصة ساينس. تعالوا نشوف كده مع بعض. قلنا breaking up and moving rocks. breaking up اللي هو تفتت، وموفينج روك تفتت الصخور وتحركها. بقول لك can you explain، في صورة ايه دي؟ the surface of the earth. بقول لي ايه بقى؟ the surface of the earth، surface of the earth، سطح الأرض. is always changing، دايما change، change، يتغير. and many factors can contribute to changing and breaking the surface of the earth. surface of the earth، surface of the earth، سطح الأرض. is always changing، دايما متغير. and many factors، في عوامل. contribute to changing and breaking the surface of the earth، في عوامل بتساهم في تغير وتحطم وتكسر surface of the earth. يعني ايه يا مستر؟ طب بص معايا، ده ايه ده؟ water. طب ودي ايه دي؟
ويند رياح، ووتر ويند، ودي ايه دي يعني ويذر. كم كلمة دول؟ ثلاثة، ووتر ويند ويذر، ووتر ويند ويذر. وزي ما انتم شايفين لغايه دلوقتي الدروس سهل والكلمات بتاعته بسيطه وسهله. ماله هيسالني سؤال هنا بيقول ايه؟ هاو دو ووتر ويند اند ويذر. هاو دو ووتر ويند اند ويذر، ازاي الثلاث عناصر دول الفاكت؟ ما ده الفاكت، مش قلنا هنا ميني فاكتورز كونتريبيوت تو تشينج؟ ايه الفاكتورز؟ ووتر ويند ويذر. ووتر ويند ويذر دي الفاكتورز، مالها؟ كونتريبيوت تو تشينج، بتساهم في تعدل او تغير، اند بريكنج ذا سيرفيس اوف ذا ايرث، وتكسر سطح الارض. هاو دو ووتر ويند اند ويذر، ازاي الثلاثه دول مالهم؟ مالهم ها؟ تشينج ذا ايرث سيرفيس باي موفينج ماتيريال تو ديفرنت بليسز. هاو دو، ازاي الووتر والويند والويذر it changes earth's surface، بتغير سطح الارض، by moving، بتحرك الماتيريال المواد to different places، بتنقل الحاجه من مكان الى مكان. ركزوا معايا، معلش واحده واحده، تعال نشوف اللي بعدها ايه. breaking up and moving rock، ما هو ده الدرس اللي قلنا عليه، التكسر والحركه بتاعه الصخور. for example، قال لك snow، ايه السنو ده يا مستر؟ السنو، سنو التلج، عارفين التلج؟ اه سنو كان، بس دي اي يعني منطقه زي فورست، فورست غابه مليانه تلج. سنو كان تشينج ذا ابييرنس اوف ذا سيرفيس وين ات موفز. قال لك السنو التلج وين موف فروم بليس تو بليس، يعني لما التلج يتحرك تشينج ابييرنس اوف ذا سيرفيس، ابييرنس اوف ذا سيرفيس، تغير مظهر سطح الارض. وين ات موفز، لما يتحرك من مكان لمكان الشكل الارض يتغير. وبعدين قال لك ويند، اهي شايفين الويند، ما هي دي ويند. كان موف سويل فروم وان بليس تو انذر، لما يبقى في ويند، ويند ويند يعني رياح، بتعمل ايه؟ موف سويل، موف سويل التربه، موف تحركها فروم بليس تو انذر بليس. وايه كمان يا مستر؟ قال لك and it also break up rocks، ادي دي روك اهي، بتعمل لها ايه؟ break up، break up تكسرها. يبقى انا عندي الايه؟ السنو او الووتر او الويند بيعملوا ايه؟ break up rock. شايفين الصخره دي؟ مالها؟ break up، تكسرت، تكسرت الى ايه؟ small pieces. مين السبب؟ السنو والويند او الووتر. واضحه؟ هنوضح، حاضر، اصبر معايا شويه، واحده واحده نشوف كده بعد كده في ايه. اوبجكتيف، يا ترى الدرس ده ايه الهدف منه؟ احنا بندرسه ليه؟ قال لك بص يا سيدي، الاوبجكتيف بتاعتي قال لك اكسبلين ذا رول اوف ووتر ويند اند هيت. كم حاجه؟ ثلاثه، بتشرح رول اوف ووتر ويند، دور ووتر ويند وهيت، ووتر ويند هيت in the process of weathering, erosion and deposition. احنا قلنا الدرس هو كله بيتكلم على الثلاث كلمات دول، weathering التجويه، اسمها ايه؟ تجويه بالعربي كده، erosion الراسب، deposition اللي هو الترسيب نفسه بقى. يبقى هنتكلم على الرول اوف ووتر wind and heat في process of weathering erosion and deposition. وايه كمان؟ evidence is provided that، بنقدم الدليل، ميكانيكال اند كيميكال weathering. اه ده احنا هنعرف ان الweathering ديت اللي هي الكلمه الاساسيه بتاعتنا النهارده اسمها ايه؟ weathering، weathering تجويه، اسمها ايه؟ تجويه، جايه من الجو يعني. في منها حاجه اسمها ميكانيكال ويزرنج، وفي حاجه اسمها كيميكال ويزرنج، وهنعرف حاجه ثالثه كمان اسمها فيزيكال ويزرنج. مالها؟ تشينج ذا جراوند اوفر تايم. هما الدرسين دول. يبقى بناخد ايه بقى؟ رول اوف ووتر ويند اند هيت في عمليه الويزرنج، ايريجن اند ديبوزيشن،
والايفيدنس على ان الميكانيكال والكيميكال ويزرنج بتشينج جراوند اوفر تايم، بتغير جراوند الارض اوفر تايم طوال الايه الوقت. تعالوا بينا نشوف كده مع بعض، ماشيين خطوه خطوه وبنحاول نحلل على قد ما نقدر. وانا عايز افهم، انا مش حكايه شرح، انا عايز الطالب يسمعني مره واثنين ويحفظ معايا. يبقى انا عندي هنا ايه بقى الدرس؟ قلنا ويزرنج، ويزرنج جاء من ويزر الطقس الجو، اسمها التجوية. إيريجن، إيريجن، دابوزيشن، دابوزيشن، ثلاث كلمات. تعال نشوفهم كده مع بعض. أول حاجة أنالايز لايك أ ساينتست، حلل كعالم. ده السؤال اللي بيجي دايما في كتاب المدرسة. الكلام ده كله أنا جايبه من كتاب المدرسة النسخة العربي وأنا اللي مترجمه. في ويزرنج اسمها إيه؟ ويزرنج، ويزرنج يعني إيه؟ التجوية قلنا. بص كده، what is meant by withering؟ يعني ايه withering؟ معناها ايه يا مستر؟ ما احنا قلنا بالعربي تجويل، لكن هي ايه اصلا؟ بص معايا، قال لك have you ever thought about the question؟ في سؤال هجيبه لكم، هل فكرت فيه؟ ايه هو السؤال؟ بقول لك where do the little rock come from؟ little rocks، الصخور الصغنونه، little rocks اسمها ايه؟ little rocks come from، جت منين؟ اللي هي دي اهي، دي اسمها ليتل، صخرة اتنين تلاتة كلهم ايه مالها؟ ليتل روكس كام فروم، جت منين؟ ها قال لك بابلز اور جرين اوف ساند وير بارت اوف لارجر روكس. قال لك كان عندي صخرة كبيرة لارجر روكس، البابلز والجرين الفتافيت بتاعتها اللي بتتكسر اوف ساند وير بارت اوف لارجر، كانت هي اصلا جايه من الايه لارجر ايه روك. يبقى لارجر روكس حصل لها ويزرنج، تحولت الى ايه؟ ليتل ايه؟ ليتل روكس. وضحت ولا لسه؟ ذا بروسيس بقى ايه بقى اوف بريكنج ذيس روكس انتو فاينلي بيسز از كولد ويزرنج. حد فهم حاجه؟ اهي بقول لك بريكنج، يبقى ايه هو الويزرنج؟ الويزرنج هو بريكنج ذيس روك into finally pieces او into small pieces او into little pieces، little قليله بيسموها الايه withering. يبقى الويزرنج هي breaking rocks into small او little pieces بيسموها ايه withering. ديت روك break into ايه؟ ها small rock، يبقى دي العمليه دي اسمها ايه بقى؟ withering. وضح لنا اكتر يا مستر، خليكم معايا. قبل ما نعمل في الكتاب في قطعة جايبها عاملة باسج، أنا ما جبتش الباسج، أنا رحت حولت الباسج لمجموعة أسئلة أتساءلها معاكم. تعالوا نشوف الباسج دي حولتها إلى إيه هنا. سؤال What is the weather like outside today؟ أنت ممكن تخرج كده من البيت الصبح تقول What is the weather like outside today؟ الجو النهاردة بره شكله إيه؟ احتمال It is sunny؟ rainy؟ windy or cold؟ انت بتسأل what is the weather like outside today؟ it is sunny مشمس ولا rainy ممطر ولا windy هوا ولا cold or cold بارد؟ احتمال يكون sunny rainy windy or cold، احتمال اي واحدة فيهم. حاجة تانية all of these factors are part of the weather، هما ايه؟ ساني وريني ويند، كل دي فاكتورز، فاكتورز عوامل مالها جزء من الايه من ويزر من الطقس. ويزرنج بقى انكلود ذيس فاكتورز از ويل، الويزرنج بقى بتشتمل على هذه الايه الفاكتورز. يبقى السن والرين والويندي والكول ده كله فاكتورز، فاكتورز يعني عناصر الايه الويزرنج. طب بص كده معايا، ويزرنج از لسه قايلينها Weathering is the process is the by which rocks and the other material مالها break down into small pieces. يبقى ال weathering عملية يا جماعة ان ال rocks وال material break down into small pieces اهي، تكسرها الى قطع صغيرة، دي بقى اسمها ال weathering. ايه كمان بقول لك have you ever seen a collapsed statue؟ ايه يا مستر collapsed statue دي؟ اهي statue تمثال، ده تمثال كده كولابس منهار او وقع، عارفين التماثيل اهو statue ماله بس ده كولابس، كولابس statue تمثال وقع.
ده يعتبر ايه هنا؟ ويزرنج. ده مش كده وبس. بص كده: Have you seen peeling paint on a building before؟ لو عندك بيت شفت peeling paint، الدهان اتقشر اهي، شفت البيت عامل ازاي والدهان هنا ايه، البيت مقشر الدهان ازاي، كده اسمها ايه؟ peeling paint on a building before. Have you seen؟ انا قلت دي باسج في الكتاب، انا خرجتها على هيئة اسئلة بنتساءل فيها، وهنشوف دلوقتي، بس اصبر معايا. في بعد كده ايه بقى؟ These are example of the effect of weathering. يعني collapse statue، التمثال اللي وقع ده، الروك بقت ليتل روكس صغيرة، البيلينج بينت الدهان اللي اتقشر، ده كله مثال على الايه؟ تأثير الويزرنج. These are example of the effect of weathering. تأثير الايه؟ الويزرنج. الويزرنج هو اللي عمل البيلينج اوف بينت، الويزرنج هو اللي عمل كولابس ستيتيو، الويزرنج هو اللي عمل الروكس الى ايه؟ بريك داون انتو سمولر بيسز. ايه تاني؟ Have you ever felt that there is sand on your body as a result of being blown by the wind؟ لو انت ماشي في منطقة في الجبل مثلا او في الصحراء وجت رياح ويند طيرت الساند، هل حسيت؟ Have you ever felt that، شعرت sand on your body، في رملة لما تروح تلاقي جسمك عليه رملة، وعشان كده خش بقى يلا اعمل لك شاور استحمى، ده كله ايه؟ ويزرنج. ايه كمان؟ Have you seen a collision directed at the beach؟ لما بتروح عند البيتش وتجد الامواج بتخبط في بعض، Have you seen a collision؟ مالها الحاجات دي collision؟ فاكرين collision خدناها السنة اللي فاتت في سنة رابعة، التصادم، ها collision الاهتزازات، مالها الحاجات دي كلها يا مستر؟ قال لك these are the forces or factors of weathering. الساند ده اللي جه على وشك، الكاليجن دايركتد اون ذا بيتش، الرين، كل بدأنا نوضح. واحد بيقول لي يا مستر يعني، واحد حاضر خليك معايا معلش، هو المنهج مش لعبه يعني، ده منهج مليان شويه، بص معايا بس انا بحاول ابسطه واسهله. وي هاف 3 ايتمز، ايه هما بقى؟ ويزرنج، ايريجن، اند ديبوزيشن. تاني ها، ويزرنج، erosion and deposition. deposition ثلاث حاجات. تعال شوف بقى كده الصوره دي كده معايا. قال لك ده الويزرنج، محتاجين ويند، محتاجين رين، sun ويزرنج اللي هي ايه؟ breaking up rock into small ايه؟ things. تمام. حتى الفريزنج، التلج هنشوفها دلوقتي، الحاجات دي بعد ما بتتكسر بتعمل ايه؟ ها موف، بتبدا الصخره تتكسر من اعلى تنزل، الموفنج بقى عمليه الموفنج بروكن ماتيريال اسمها ايريجن. يبقى الموفنج اسمها ايه؟ ايريجن. امال البريكنج اسمها ايه؟ ويزرنج. والموفنج الحركه لما تتكسر وتقع اسمها ايه؟ ايريجن. لما تنزل وتبقى على الارض وتترسب يبقى ديبوزيشن. deposition اللي هي المواد اللي بتبقى تترسب وتعمل بقى طبقة جديدة ومادة جديدة. طيب برضو لسه، طب تعال نشوفها بطريقة تانية معلش، واحدة واحدة. حاضر حاضر، خليك فاكر بتكلم على الويزرنج، ايريجن، اند deposition. تمام. بص كده معايا، ادي الويزرنج. ويزرنج causes the rock to break down. اهي ادي روك، ده بريك داون، بريك داون، بريك داون يعني اتكسرت، يبقى ده اسمه ايه؟ ويزرنج. ويزرنج خلي بالك، لو حته المطر نزل بعد ما الصخور اتكسرت، نزل ووتر هنا، ايه اللي حصل؟ يبقى موف، يبقى الايريجن، ايريجن اللي هي بقى اللي هي الووتر اند ترانسبورت، موف، موف بتحركها، ذا سيدمنت داون هيل اسفل الوادي تو انذر، يبقى الموفنج ده اللي هو الايريجن. يبقى البريك داون الويزرنج، الموفينج الايريجن. يا مستر انا متلخبط. طب انا اريحك واجيبها لك بطريقه ثالثه وان شاء الله تعجبك.
بقول لك our ever changing earth، كوكبنا المتغير دائما. كلمة our ever changing earth، الكوكب بتاعنا المتغير. W E D W اللي هي weathering، ال E erosion، ال D deposition. ايه هو ال weathering اهي؟ قلنا the breaking down of rock. ال weathering ايه هو؟ the breaking down of rock، تكسر الصخور. ويزرنج ايجنت انكلود، كلمة ويزرنج ايجنت هي ويزرنج فاكتورز، هي ويزرنج فورسز. يعني لو قلت ايجنت صح، قلت فاكتورز صح، قلت فورس صح. ايه هم؟ ووتر، ايس، ويند، انيمال، جروينج بلانت. اي واحدة من دول تعتبر ايه يا جماعة؟ فاكتورز، ويزرنج فاكتور. الووتر ويزرنج فاكتور، الايس ويزرنج فاكتور، الويند والانيمال والجروينج بلانت ونمو النباتات. قلنا لما بتحصل تكسر بتعمل لها موفمنت. قال لك الايريجن بقى ذا موفمنت اوف سيدمنت، بتحرك الرواسب. فروم بروكن، مش هي اتكسرت هنا؟ ايريجن ايجنت انكلود، بس الايريجن ايجنت بقى الووتر والايس والويند والجرافيتي. على فكره الووتر بتنزل بتسحبها لتحت، الايس ينزل يسحب الحاجه لتحت، الرياح الهواء بينزلها لتحت، والجرافيتي بتشد الحاجه، جرافيتي الجاذبيه. قال ايه علاقه الووتر دي؟ بتكسر بريكنج، اما دي بتحرك. الايس هنا تعمل ايه؟ وهنشوف بقى واحد يقول لي طب ازاي الايس هيكسر؟ هوريها لك في الصوره دلوقتي. اما هنا ايس بيعمل ايه؟ موفينج. هنا ويند بيعمل ايه؟ بريكنج. اما هنا الويند بيعمل ايه؟ موفينج. نيجي للحاله الثالثه ديبوزيشن، ولسه هناخد الاثنين دول بالتفصيل اكتر بعد كده. قال لي ذا ديب ايه؟ قال لك دروبنج اوف سيل، دروبنج اوف سيدمنت ان ا نيو بليس، هو سقوط الرواسب لمكان جديد، كانت فوق نزلت لمكان تحت في اي مكان تحت. فورميشن اوف ايلاند، تكون ايه؟ الايلاند الجزر. ساند دانز اللي هي الكثبان الرمليه، دي كلها ايه؟ ها ديبوزيشن. اخر حاجه اوضح بيها وانهي بها الدرس، ان احنا قلنا الهدف النهارده اوريك الفكره، هو ايه الموضوع؟ مش هتلاقي حد بدا يشرح الا دي اول فيديو ينزل على المنهج الجديد المحتمل. بقولها تاني اهو عشان ما حدش يقول لي انت قلت وتغير او في اي تغيير تاني. نشوفها كده مع بعض. قلنا ويزرنج از ذا بروسيس اوف بريكنج داون روك. تاني ويزرنج ايه هو؟ از ذا بروسيس اوف بريكنج داون روكس. اكتبها كده، نفسي بقى الولد يكتبها، ابنك تخليه يكتبها في ورقه كبيره ويعلقها قدامه. يبقى ايه هو الويزرنج؟ اللي هو تجويه، بالعربي اسمها تجويه، جاي من الجو. is the process of breaking down rocks into smaller pieces، هو تكسير الصخور لقطع ايه؟ صغيره. قال لك wind and flowing water، الرياح والووتر، can cause rock to be withered. يعني لما يبقى في wind، في flowing water، ميه متدفقه، بتسبب rock to be withered، انها ايه؟ break down from big to ايه؟ small. وادي الصور عندنا بتوضح الكلام دوت. الويند والصورة دي هنا بتبين الايه؟ الايه؟ الووتر بتعمل بريك داون والويند بيعمل بريك داون. طيب ايه تاني بقى؟ بصوا بقى اخر جزئيه، انا قلنا من شويه ان الايس ممكن يعمل ايه؟ موف. بص معايا، ايس كان اولسو بريك ابارت. ايه ده؟ الايس ممكن يكسر الروك از ات فريزز اند اكسباند انسايد ذا كراكس. بص معايا، ادي ده روك، بقول لك ووتر فيل ذا كراك ان اروك، في مطر نزل ملا فتحه فيه ديت هنا زي كده، فيل فتحه هنا موجوده فين؟ في الروك. ووتر فريزز اند اكسباند، انتوا عارفين لما بنحط ميه في الازازه ونحطها الثلاجه تقوم الميه بتزيد تنتفخ كده، اهي برضو الماده الووتر ده اذا اكسباند في منطقه ثلجيه واكسباند يعمل ايه؟ انكريز، انكري اكسباند، يزيد. The rock eventually break apart، وبالمثل تروح على طول بعد كده ايه اللي يحصل؟ الصخرة تتكسر. أتمنى تكونوا فاهمين، أنا بس اديتكم زي مقدمة ومنتظر تعليقاتكم الجميلة الحلوة، ولو أي حاجة تفضلوا اطلبوها. مع تحيات مستر نبيل.